مسألة التفضيل، نقول للذين ينكرون مسألة التفضيل: أما مسألة التفضيل فقد فضل الله تعالى بين جميع مخلوقاته، فجبريل عليه السلام أفضل الملائكة، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين، وعليا عليه السلام أفضل الأوصياء، وفاطمة سيدة نساء العالمين، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأهل البيت أفضل هذه الأمة، فنحن نصلي عليهم كل يوم وليلة 5 مرات في الصلوات 5، فنقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، والسابقون أفضل من غيرهم، والذين أسلموا قبل فتح مكة وقاتلوا أفضل من الذين أسلموا بعد الفتح وقاتلوا، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، وفضل الله بني إسرائيل على العالمين في عصرهم، وفضل الله تعالى الرجال على النساء، وفضل الله بعض خلقه على بعض في الخلق والرزق والذكاء والجمال وغير ذلك، وفضل الله القرآن على سائر الكلام، وفضل الله شهر رمضان على بقية الشهور، وفضل الله ليلة القدر على سائر الليالي، وفضل الله يوم الجمعة على سائر الأيام، وفضل الله أهل العلم على غيرهم، فقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والأدلة على التفضيل كثيرة، وإنما أردنا إيراد بعض الأمثلة على سبيل الاختصار. إذا صادفت قلوبا واعية وآذان صاغية. قال الإمام مجد الدين بن محمد بن منصور المعيدي في كتابه لوامع الأنوار: ما نصه إشارة إلى الابتلاء بالتفضيل وعظم حوب من استكبر عنه، وهذا باب امتحن الله به عباده كبير، قد زلت فيه أقدام خلق كثير، بل هو أعظم التكاليف على المكلفين، وأصل الفتنة في الأولين والآخرين، وعادة الله تعالى الجارية في خلقه، أن يلبس من تكبر عن أمره فيه وغمط نعمته عليه أثواب الصغار وأنواع الخزي والشنار. وإن في إبليس لعنه الله تعالى لعبرة لأولي الأبصار، فعدو الله أول من سخط أمر الله ورد قضاءه، ثم تبعه كل من نفخ في أنفه فشمخ بنفسه فأنزل الله تعالى به سوء النقمة، وسلبه ما لديه من النعمة، وأحل عليه اللعنة، ولم يغن عنه ما تعلل به من الأعذار، ولم ينفعه ما سلف له من السوابق الكبار، وقد عبد الله 6000 سنة لا يدرى من سني الدنيا أم من سني الآخرة، كما قال الوصي صلوات الله عليه. فبطل ذلك كله باستكباره عن أمر واحد: سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. قال الوصي علي بن أبي طالب صلوات الله عليه: فمن ذا بعد إبليس يسلم على الله تعالى بمثل معصيته؟ خلا، ما كان الله تعالى ليدخل الجنة بشرا بأمر أخرج به منها ملكا، وإن حكم الله في أهل السماء والأرض لواحد، وما بين الله وبين أحد من خلقه هواده في إباحة حما حرمه على العالمين، إلى آخر كلامه صلوات الله عليه. فلا ينزل عند حكم الله تعالى بهذا الشأن، ويمتثل أمر الله تعالى فيه بالجنان والأركان، إلا من امتحن الله قلوبهم للتقوى، وثبت أقدامهم على العمل بمحكم السنة والقرآن. أولئك أولياء الله وأولياء رسوله، الذين خلقوا من شجرتهم ونزلوا في منزلتهم، ووردت البشارات لهم على لسان سيد المرسلين وأخيه سيد الوصيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد تطاول البحث في هذا، وما كان مقصودا لولا ما علم الله من قصد النصح لإخواننا المؤمنين والإشفاق عليهم من الوقوع في هذه المزلة التي هلك فيها كثير من المفتونين. فأما أهل بيت النبوة
فقد أغناهم الله تعالى عن ذلك، وقد صبروا على جفوة الأمة وميل الخلق عنهم، إلا من تتاركته العصمة وهم أهل الصفح والكرم كما قال قائلهم: وإن جفونا وحالوا عن مودتنا ولم يراعوا وصاة الله في العتر، فالصبر شيمة أهل البيت إن ظلموا، وهل يكون كريم غير مصطبر. ثم قال عليه السلام الاستدلال بشيء على تفضيل العترة عليهم السلام: ولقد كان الإضراب أوفق والإمساك أليق لولا أن الله تعالى أمر بقول الحق، وإن شق فإن المقام خطر يترتب عليه أي أثر. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه، وأهلي أحب إليه من أهله، وعترتي أحب إليه من عترته، وذاتي أحب إليه من ذاته. رواه الإمام الناصر للحق في البصاب بسنده إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى، ورواه المرشد بالله عن أبي ليلى، وأخرجه البيهقي وأبو الشيخ والديلمي والطبراني وابن حبان عن أبي ليلى، وأخرجه محمد بن سليمان الكوفي رضي الله عنه عن أبي ذر رضي الله عنه بلفظ: لا يؤمن أحدكم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأله الله عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله فيما أنفقه ومن أين أكتسبه، وعن حبنا أهل البيت. أخرجه الإمام أبو طالب عن علي صلوات الله عليه وابن المغازي والطبراني عن ابن عباس. وفي أخبار الثقلين: فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. أخرجه أحمد ومسلم وعبد بن حميد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن زيد بن أرقم. وروى الإمام المنصور بالله بسنده إلى الإمام المرشد بالله يرفعه إلى رسول الله أنه قال: نحن شجرة النبوة ومعدن الرسالة، ليس أحد من الخلائق ليس أحد من الخلائق يفضل أهل بيت غير. وبمعناه: نحن أهل بيت لا يقاس بنا أحد. أخرجه الملا والطبري عن أنس، وأخرجه الديلمي. وقال أمير المؤمنين علي عليه السلام: لا يعادل بآل محمد من هذه الأمة أحد، ولا يساوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا. وروى الحاكم في شواهد التنزيل بسناده عن ابن عمر قال: إذا عددنا قلنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فقال رجل: فعلي؟ قال: ويحك، علي من أهل البيت لا يقاس بهم، علي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في درجته. فهذا ابن عمر صرح بالحق فيما هو معلوم للأمة من أنه لا يقاس بأهل بيت النبوة صلوات الله عليهم وسلامه أحد. وقال صلى الله عليه وآله: قدموهم ولا تقدموهم، وتعلموا منهم ولا تعلموهم، ولا تخالفوهم فتضلوا، ولا تشتموهم فتكفروا. وقال الإمام الحجة المنصور بالله عبد الله بن حمزة في الشافعي: روينا عن أبينا في أهل بيته: قدموهم ولا تقدموهم، وتعلموا منهم ولا تعلموهم، ولا تخالفوهم فتضلوا، ولا تشتموهم فتكفروا. وقال صلى الله عليه وآله: إن لله حرمات، من حفظهن حفظ الله له أمر دينه ودنياه، ومن ضيعهن لم يحفظ الله له شيئا. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: حرمة الإسلام وحرمتي وحرمة رحمي. رواه الإمام المنصور بالله والمرشد بالله، وأخرجه الطبراني في الكبير والأوسط. وقال صلى الله عليه وآله: أيها الناس، أوصيكم بعترتي أهل بيتي خيرا، فإنهم لحمي وفصيلتي، فاحفظوا منهم ما تحفظون مني. أخرجه الإمام أبو طالب عليه السلام في الأمالي بسنده إلى ابن عباس.